حبيب تحكي لك الكونفيغوراسيون تاع الميليو تيران ما الكونفيجوراسي... فهمتي لا لا الكونفيغوراسيون تاع الميليو تيران هذا في الموفيز يوتيليزاسيون تاع الم... تاع الملاعبيه وقت تبدا انت رفيعة وسخيري وبن سليمان وساسي يل جو سور لا ميم ليني يلعب سور لا ميم ليني رفيعه وقتاش وقتاش عمل الحاجه رفيعه عمل حاجه وقت مشى على اليسار آه آه الخاوي اللي نحكيه عليه ما يمشيش ما يمشيش البارح شفنا في ربع ساعه انه الخاوي تحطو انطونك دومي دو كولوار تحطو دومي دو كولوار ينجم يريكوبير وينجم يمشي به آه ثم الحاجه اللي مش متفاهم فيها برشا مع مسعود يعني سي آه معناتها مش ثم اشياء يلزمهم يحسموا هو راه عنده عام البارح عمل معناتها المواد نوفمبر عمل عام معناتها السيد ذاكر تقول لي انت باش تبدل لا 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 هو شاد في المساكني وشاد في الكونفيغوراسيون هذيا والاكيب نتاعو عنده وجلاسي تقعد معناتها تقعد غادي وانت تقعد غادي وانت تقعد غادي وحتى حد ما يتحرك معناتها اي لا تكتيك اي لو شي ما تكتيك باش تمشي الامور باش نحكيو نحكيو ما فماش بصمه دونك اي فوالا باش نحكيو دونك ايه نحكيو نقولوا ايه احنا خلينا ثم اشياء ايه انا نحب على الاقل نحب نحسمها وقت نقولوا نتكلموا على سعد بقير سعد بقير نافي با لو نيفو فيزيك في الشامبيونات تونيزيان سعد بقير نو بو اونو كان كاي نجم يلعب دي ماتش اون افريك هو في السعوديه يلعب احنا إيه. قلت السعوديه بطولات نخيم السعوديه معناها قلت لك في ال... شوف في الشامبيونز ليج تبارك الله سيد هو جاب الشامبيونز ليج اسبيرونس قلت لك نحن احنا في البطوله معناتها في البطوله نتاعنا معناتها النيفو نتاعو ايليتي اون دو سا دو معناتها المشكله الحقيقيه المشكله الحقيقيه سي معناتها يل دوا فير ما عادش تنحي لي شوا ولا هذاك يلعب على اسم واحد وكل، شوف انا بالنسبه لي انا ربيعه وبن سليمان مازالوا ما وراوش 20% باسكو سون تري تري ماليزي. سون دون ان شيما تكتيك ستاتيك، اربعه انتم اقعدوا في الوسط غاديكا وهاو يخرج بن سليمان يخرج يخرج معلول من غادي ويخرج آه دراغر آه دراغر من غادي وتوا القدام هذه هذه الاخطر حاجه توا القدام مساكني والخزري توا يدبروا روسهم ما عادش حكايه يدبروا روسهم احنا شفنا انه نسام معناتها مش في الماتش هذايا برك ما عندناش القدره ما عندناش القدره انه

خارج على الموضوع مم. منتخب خارج الموضوع تحسن شويه تجميطه وانت سؤال اللي وجهته الطارق هذاك هو تحسن شويه فيش الفينيسيون ما فماش فينيسيون فمك اللي خرج م... ريجيسور ولا دومي خرج ملا اتاكون راس راس ولا دم... ح... ف... حتى لي دو لاتيرو بتر بيفو اعطينا اكثر من حجمه منتخب تنزانيا ترو بيفو تي تلعب بيفو برك تيرو بيفو برك تلعب هذا تري تنزاني وصلت حتى الجور ما حتى الكاش ما وصلتش حتى لقتش فرق فاروق بالمص فما شويه فيفاسيتي هيك دوميت كلوار نتاعهم يلعبوا ويجريوا معناها فيف ورابيد شويه وسط اللاعب عندها اللي هو سماتا يلعب فيها ستونجيكا في كرة القدم يلعب في, في, في تركيا صحيح اي هذا سماتا ما, ما لعبش البارح ما لعبش. عطيت حجم اكبر من حجمه كان يكون معناها جو كبير البارح في الاستاد كانت تكون ريزيلتا كبيره كانت معناها تغطي برشا حوايج أمنتي اليوم اطار يوه. فني مازال معمر على اللاعبين تنجم تبدل لا أنت 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 مش ريسك البارح زي أنا زيرو ضد تنزانيا مش غلطة في دقيقة 88 غلطت واحد مم. وتعدلت تنزانيا اسكو معناها السكور هذاك معناها كيفاش يقولوها السكور هذاك معناها ماهوش ريسك ماهوش مطمن صحيح صح؟ خلينا نسمع شنو قال منذ ذلك خصوصا فيما يتعلق بالجانب البدني نحن في بداية الموسم اللاعبين هذوما في تقريبا أربعة ولا خمسة مقابلات يعني نتصور كان يوصلوا ل 10 12 مقابلة مع الأندية نتاعهم مع شوية مقابلات مع المنتخب التونسي خاطر المنتخب التونسي تقريبا عنده سنة ما مقابلة رسمية زوز مقابلات الودية مهمش كافيين باش نحضروا كما يلزم فما كل اللمسة الأخيرة على مستوى نهاية الهجمة فما اللمسة الأخيرة على التمريرة الحاسمة كانت ناقصة خاصة في الشوط الثاني خاطر المجهود اللي تعمل كنا اقل شيء هدف اخر الحارس المنافس عمل ديباراد باراد بهين يعني عموما في الشوط الثاني كنا احسن لكن على مستوى التسليم لا <ممم> طارق لهنا يحكي على الجانب البدني والاختيارات نتاع الملاعبيه كيفاش تشوف الاختيارات انت؟ اختيارات ما ما منطقية وما هيش ما معناها فيها فما حاجات صغار نجم نحكيه فيها ما عندهاش على تعليق الأمور البدنية. امبارح كنا خايبين امبارح اللاعبين ما لاعبين فاهمين شي ما تكتيك امبارح ما فهمش فرق امبارح ديسيبسيون كبيره انه احنا نلعب مع تنزانيا تومي تو اه مي ريسبي للفريق التنزاني معناها احنا لازمنا نكونوا خير من تنزانيا برشا باش يحكيوا الكل بالفيزيك باللي ما همش ما كومبيتيتيف معناها ما تنجم حتى شيء راه سيتو ميتون لو حتى شيء ما فما حتى شيء لهنا دونك سي سي تكتيك سي لي نتاع الكوتش شنو صار في لونترينمون لابليكاسيون واحد ما مشى ما مشاش اصحابه للمنتخب لازم ديما معناها لازم فما ناس جواع تحب تلعب في يحب يلعب في مش مش معناها ملاعب سي بون عارف كانه البلاصه موجوده واحد هذوما الحاجات اللي يقلقوا معناها والحاجه اللي لازم يتدخل فيها مدرك الكبير اللي هي اللي للا 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 الاداء اللي كان مشابه للمنتخب البارح معناه كنا خايبين سليم خايبين برشا دونك اول حاجه باش نحكيو نحكيو على المدرب شنو هو اللي كيب اللي حضرت هذا شنو هو ما عندناش ماركه سامي فما حكيت مره فاتت على سيف الجزيري وحكيت على الياس جلاسي وسعد بقير اللي نجموا ممكن يعاونوا جبالي سيف الجزيري عملوا ماركه 13 مباراه في البطوله المصريه وعطي ويت اسيست جا في ماتش ميكو ما لعبش ماتش ما شافوش وبعد <applause> اول حاجه فما بلوكاج لازم تنحى لازم يوسف يتنحى وهبي يمشي على اليسار ومن الامور تمشي بشويه بشويه وفما منتخبات كبيره محترمه في الافريق نلعبوا لها واحد ديما تمشي معنا لي تروا من, من وقت لومير مي زاد تنزانيا في تونس و... <applause> ومنتخبات هذوما في تونس نجم نجم تبدل تنحي واحد وتحط باش نكون اكثر فونسيف وتزيد و... افكار للمدرب وتعطي شونس لانه انت غدوه على اللي, على اللي قدر على اللي قدر اصابه ولا حاجه الوهبي الخزري شنو باش نعمل منتخب ما فيه حتى تكون <applause> حتى تكون ما فيه معناها هذه هذه المشكله معناها اسكو يلزم تخمم في لون ا بلون بي بلون سي في في لو نيفو انا ما نتصورش هو بيدو منذ الكبير بينه وبين روحه ولا الجامعه ولا الناس المحيطه المنتخب، من انهم معناها ظاهره الامور مش ماشيه والعباد علاش تقلقت؟ تقلقت خاطر مع تنزانيا يقول لك من غدوه انا تيح في أنا انكار مع السنغال ولا مع غانا ولا مع المرسول الكبار مم. ولو انه فما ريفوليسيون كبيره في الافريق شفنا البارح الريمونتاد تاع 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 ونيجيريا دونك م... م... لازم بر... فما برشا حاجات تبدل برشا حاجات باهي وسام مازال دقيقه قبل الاخبار نحب عندي سؤال واضح نحب اجابه واضحه واضح. آه شفنا التشكيله البارح شكون الملاعبيه اللي ما عندهم عادش عندهم ما يضيفوا للمنتخب وشكون الملاعبيه يستحقوا ياخذوا فرصه في المنتخب؟ والله ديما الاطار الفني تبقى ديما معمر على نفس الوجوه نفس الملاعبيه اللي معناها بون انت سليم انت انت مسؤول على المنتخب اليوم انت اطار فني انت مدرب المسؤول الاول على المنتخب انت تعرف عندك غير ملاعبي انا صحيح ملاعبي عاوني وملاعبي مش يربحني كما قلنا ما مرة فاتت. تستنى في الإجابة الواحدة. دقيقة دقيقة. آه ملعب مش يربحني ما امبوسيبل نستغنى عليه لكن اليوم ملاعبيه قاعده مش قاعدة تعطي المنتخب وسميناهم وديما نسميهم اللي هم اللي هم معناها نشوف الخزري مش قاعد يلعب البرة يوسف المساكني مش قاعد يلعب يوسف زاد يوسف مش قاعد يعطي 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 المنتخب فرجاني مش نفس الروندمون كيما الزمالك ولو انه الزوز بارابول ستاج الاول ياخذوا